انما الكلام العنصري الحقيقي هو اللي اتقال، ان صفوه المجتمع هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي. وتصنيف الناس بالمناسبه هو تصنيف عنصري ونازي. ان حضرتك تصنف الناس بهذا الشكل وبهذا المنظر هو تصنيف عنصري. التصنيف اللي حضرتك قلته هو تصنيف لا يصح ان يقال. ان انت تقول ان الصفوه بس هم اللي بيشجعوا نادي معين، الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح. هو عمر الشريف مش من الصفوه؟ هو فريد شوقي مش من الصفوه؟ ده لو بنتكلم، انا مش عايز اخش في المنطقه دي الحقيقه، لانها منطقه غريبه جدا ومنطقه عنصريه جدا. الكلام اللي حضرتك قلته او الكلام اللي بيتقال هو اللي يجب ان يتصف بهذه الصفات اللي حضرتك قلتها. لكن ان احنا نتكلم عن شعار النادي الاهلي فوق الجميع، ايوه النادي الاهلي فوق جميع ابنائه وجميع موظفيه واجهزته الفنيه ولاعبيه وكل حاجه. فالحقيقه كلام غريب جدا جدا جدا، وحصل خلال الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا. وهناك منهج من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، عايزين دايما يوصلوا لجمهور النادي الاهلي امور هي ليست صحيحه، امور كلنا كاهلاويه عارفين كويس جدا جدا ان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما بيخشش دماغنا، ولكن احنا بنحاول نرد على الكلام الغير صحيح، الكلام الغير صحيح اللي انت بتقوله او اللي غيرك بيقوله.